السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أميرة المراكشية. اليوم غنحضروا عسل منزلي كيجي ناجح 100%، كيف ما غتلاحظوا بدون طنجرة الضغط أي الكوكوت، كيجي معسل ورائع. كيف ما غتلاحظوا كيجي هائل. نحضروا بطريقة جد مبسطة ومفهومة، تخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، نخلطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بسم الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجو، الان غادي نحضروا العسل. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 2 كيلو ديال السيده اي السكر الخشن، سكر حبيبات. ويمكن اللي بغات دير حتى القلب ديروا نفس الشكل، هي ان القلب خصنا نتركو تقريبا في الماء. المقادير ديال الماء اللي غنستعمل غنستعملو تقريبا ليله كامله حتى تيذوب لينا كامل وتيذوب مزيان. انا هنايا نص كاس ديال الزهر، ها هو، كناخذو نص حامضه كثير، نص الحامضه الكثير عندنا ايترو ديال الماء. بسم الله. الان غناخذوا السكر الخشن اي سنيده سكر الحبيبات. هذه المره بالنسبه لهذه المره ما غناخذوش كوكوط، غناخذوا غير طوا عاديه كنصبوا فيها هذا السكر. انا هنا تقريبا 2 كيلو ديال السكر كنستعملوا في الطيب لنا في ايترو ديال الماء. كناخذوا ها هو الماء بهذا الشكل، كناخذوا هنا نص سيترونس ديال الماء، غادي نعبروه ونعبر لكم 500 ملل. ها هو 500 ملل، كنصبوه على هاد الشكل وكنبقاو نحركو مزيان. تيمتاز لينا السكر مع الماء مزيان، وكيبقى لينا نسيتو، غنوريكم اش غنستعملو به. هاد المرة ما خديتش الكوكوط، خديت هي الطاوة عادية، راه امتاز السكر مع الماء مزيان. الآن من بعد كناخدو، من بعد ما حركنا مزيان الشكل هانتوما كتلاحظو، كناخدو نص حامضة الكتير. على هاد الشكل وكنحاولو، ها هو لا فيه شي عريف راه كنحيدو، بانت لي واحد العريفة غادي نحيدها. الان غادي نوضعو على النار. بسم الله. بعد ما حركنا السكر مزيان كنتركوه فوق النار، في الاول كتكون مجهده حتى تيبدا يغلى، ومن بعد تكون النار متوسطه، كنتركوه مده تقريبا 45 دقيقه حتى تياخد العسل اللون ديالو، كيتعسل وكيولي احمر. بسم الله. ها هو بدا العسل كيتعسل، كنتركوه على النار متوسطه حتى تياخد الشكل اللون اللي بغينا. غنوريكم من بعد الشكل ديالو كي كيولي. بسم الله. بعد ما تعسل لينا العسل وخدا هاد الكشكوشه كتكون حمراء كما كتلاحظوا هاد الشكل ديالها واللون ديالو كذلك. الا بغيتو اكثر من هكا مغلوق كنتركوه حتى يغلى لينا على هاد الشكل هانتوما كي كتلاحظوا، تقريبا راه خدا ليا 45 دقيقه. بسم الله. الان كنقصو النار وكنصبو هاد الماء الزهر بسم الله بشويه كيما كتلاحظوا، داكشي كنقول لكم بانكم الافضل تاخذوا اناء يكون غارق. بسم الله. كنصبو الماء شيئا فشيئا، الماء المتبقي تقريبا نسيتو 500 ملل، كنبقاو نصبو الماء بشويه بشويه. يعني انتما كي كتلاحظوا من الافضل الا كان شي اناء غارق اكثر من هكا نستعملوه، وكنتركوه تقريبا 10 دقائق حتى يغلى علينا، حتى يغلى مزيان ونطفي عليه النار. انتما كتشوفوا تلاحظوا اللون ديالو، دائما اللون حسب الرغبه اللي بغينا،
الا بغيناه فاتح ولا مغلوق كنتركو حتى تيغلى لينا مزيان تياخد اللون ديالو. انا نتركوه تيغلى. ريحه الزهره رائعه رائعه جديده بزاف. بسم الله. بعد ما مرات 15 دقيقه الان كناخذوا هذا الصحن، وباش كنعرفوا واش خفيف ولا ثقيل كناخذوا هذا الصحن وكنديروا فيه هذا العسل ها هو تقريبا، وتنتركوه حتى تيبرد. الا كان خفيف بزاف كنزيدوه كنزيدو تقريبا 10 دقائق وهو تيغلى، كان قاسح كنزيدو فيه شي الماء وتنتركوه حتى تيغلى. هذا اللون ها هو شتي نتوما كتلاحظوا، ها نتوما كي كتلاحظوا بعد ما برد ها هو على هذا الشكل. نتوما قساح ها هو نتوما قاسح. باش ما تركناه دابا راه سخون، باش ما تركناه برد راه تيعقد. ها دابا راه هذا جا هو هذاك، ولا شفناه انه قاسح بزاف نزيدو كاس الماء، نص كاس الماء نتركوه حتى تيغلى 10 دقائق. الان كنطفي عليه النار باش نقدمو، تنتركوه حتى تيبرد باش نقدمو. الشكل النهائي ديال العسل بعد ما حيدنا هاد القطع ديال السيترون ها هما كنحيدوهم، ها هما الشكل ديال العسل كيفاش كيجي. كيجي رائع وكيجي بحال الشكل ديال العسل الحر، اللون ديالو. وانتم كي كتلاحظوا بدون اضافه اي منكهات الملونات اي شيء، كيجي طبيعي الشكل ديالو كيف طيبناه. اللون ديالو رائع. الشكل النهائي ديال العسل انتم كي كتلاحظوا كيفاش كيجي بعد ما تركناه حتى برد. بالنسبه للون حتى اللون ديالو راه كنتحكموا في اللون ديالو بالنسبه للغليان على هذا الشكل. وبالنسبه للناس اللي ما كيطفروش على الكوكوت ها هو كيطيب بلا طنجره الضغط. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، راه كيجي عسل رائع ولذيذ ومزيان وسهل التحضير، حتى المبتدئات غادي يزعموا يصايبوه. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، يجربوه وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.